في كل العصور وفي كل الأزمنة بالنسبة لنادي النجمة اللبناني. انطلاقة على طول الكرة تانية، دي اللعب علي الحاج، لعيب مميز جدا، النجمة عامل تيم محترم قوي السنة دي. ادي علي الحاج واحد ضد واحد، عدى جميل جدا بمهارة. ابو علي يلعب عن طريق واحد من اللعيبة المميزين جدا لولاد 75. انطلاقة على طول تاني طويلة أمامية، يحاول يلعب تاني على طول، ممتازة خطير دي، ملعوبة الكرة التانية على طول من جديد، بتفرق من واحد لآخر. أدي علي الحاج واحد من اللعيبة اللي فرقوا في الشوط الأول، الحقيقة بيرجعني للأيام الجميلة. بتعمل الكرة تانية لكن يطلع على طول تاني واحد من أبرز اللعيبة، علي الحاج خطير خطير، الكاونتر أتاك، السبيد أتاك. حسن معتوك علي معلول يعرفون قيمتها، اللي والده كان للأهل وللأقارب وللعائلة، وربما يأتي بعد ذلك مستقبلا علي الحاج. الأمور صارت أصبحت في غاية الصعوبة على الفريق النوتل الكبيرة في بلاده وخارج بلاده. لا شك أنه يعلم الآن بأن الأمور ليس فقط على الكرة الماضية، يعني على جميع البطولات المحلية والإفريقية. انطلاقة للأمام لفريق نادي النجمة، تأتي الكرة الذكية فعل، بينما أحمد حمدي لاعب ارتكاز وقادم من نادي وادي دجلة تكون ضمن اللائحة قائمة. ضغط للفريق اللبناني، مرور السليم، هنا العبور، انطلاق علي الحاج، لكن كان مساعد في فريق الاسبيرون. فرصة أخرى هنا، المبادرة للفريق اللبناني، دائما ولدي يبادر وولدي يختار. عبد الله عيش، عبد الله عيش يحط الكرة إلى الأمام، حاول انطلاقة السريعة هذه المرة في مناسبتين 86-95، الألقاب الثلاثة كانت في 93-2009-2017، بينما هذه الكرة للفريق اللبناني النجمة وللمحترفين الجزائريين. بالوان تاتش علي حديد، كره خطيره، ممكن هدف 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 هدف، جول. الهدف حيول يمر، هل راح يمر؟ بيدخل منطقه الجزاء وبيحصل على ركله جزاء. العاد ياخذوها، هذا الشيء اللي بيصير. كره ممكن شكل خطر علي الحاج، هل هاتريك يا علي؟ هل هاتريك يا علي؟ يا علي الحاج، يا علي. بيلعب لعلي الحاج على الرواق الايسر، علي الحاج بينطلق سريع بالانطلاق، خطير بالانطلاق، بمر ما معه علي الحاج، لعيب بده عم يتقدم، بيلعب كره، ممكن الهدف. محمد حيدر، علي الحاج، علي الحاج عم ينطلق بهالكرة، علي الحاج، لعلي الحاج 1-2 جميلة جدا. علي بيوقف عند الكرة وبيمرر عرضية، يا سلام. فترة طويلة جدا بسبب الإصابة وما قدر يستفيد منه العهد ببطولة الدوري، يستفيد بالكاس بالوقت، يعني علي الحاج بفاصل مهاري رائع جدا عم يحصل على الخطأ. موهبة النجمة السابق، ردة فعل فريق العهد يلي تلقى هدف ما كان بالحسبين ابدا انه يكون من نار صديقه، وهيدي النيران الصديقه كانت من نور منصور. رد سريع لفريق العهد، الله يا علي الحاج، علي الحاج كيد هون انه علي غير موفق بمباراه اليوم. كره حاليا لعند حسين عواضه، ذكر مباراه البرج والاخاء بتقدر تشوفوها عبر الويب سايت ام تي في وام تي في سبورتس على الفيسبوك. علي الحاج فصل مهاري، دخل منطقه الجزاء والكره عرضيه، طارق العلي، طارق العلي، شو ممكن يعمل طارق العلي؟ ركله جزاء هون علي الحاج، المرور الانطلاقه ممتازه من علي الحاج، ايضا هرب من علي حمام لاعب الكره العرضيه هون كمان مره لعند علي الحاج. علي، علي كسر، علي سدد. الهدف الثالث من علي الحاج،
الهدف الثالث للعهد عن طريق علي الحاج. وفرصة للمراوغة ناجحة والكرة راح تروح لعلي الحاج. علي الحاج ممكن يعمل بهالكرة، عم يوسع لنفسه، عم يسدد بهالهجوم بمحاولة كانت من الكردي يلي بيخسر الكرة. أمير الحاف إنما استخلاص الكرة بشكل ممتاز عم بيكون من علي الحاج اللي عم يسترق إلى يسار المعد لما بمر على المرتدة ولا زي الطحان بعد الكرة انقطعت عن الحاج عم يقدر يقطع على الكرة على المرة الأول على المرة الثانية عم يتلقى ضرب محلول. شوف هيك نوع من الألعاب، شوف مر علي الحاج عن عمر التدريس ما في بنالتي. يعني هذه الكرة الثانية إذا بدكم يعني عم يعترض عليها فريق النجمة ما بتلعب ودية إذا بدي أحكيك فنية ما بتعتبر مباراة. الكرة على الحاج على الحاج على الحاج أكثر وأكثر. علي الحاج استاذ بهالتمريرة. يلي عم نشاهد له إياها بهيدي المباراة تمريرة حلوة من المدير الفني للفريق. كرة حلوة كتير علي الحاج، يا سلام ركلة جزاء. علي الحاج بيسدد والهدف للبنان. ورا تنفيذ الكرة، يلا يا علي، الحكم بيطلق صفرته على الحاج، بيتقدم على الحاج بيسدد جول.